معكم الزمات ايوب السلامه الترقبيه في بلاد المجر. اليوم عندنا بواط اوتوماتيك ان نوتر تي درايفر الفكرون تشيب شويه غادي في شي طلعه ولا قبلك تيمشارجي اير مارشاريان الفكرون كاين راجع مارشاريان بشويه. المهم الموضوع ديالنا هو بغينا نخدمو في البواط اوتوماتيك بالمانيوال. المانيوال كاين هو هذا كما كتشوفوا، هذا الروتاردور رونتيسور، هنا اوتوماتيك، هنا المانيوال كتورك على البوطونه كما كتشوفوا. تروازيام دابا وقف تروازيام كديرو اوتوماتيك كدوزو فيتاس بهذه الطريقه. المهم ما يطلعش الفيتاسات خصك تزيد الريجيم ديال الموتور خصو ما يفوتش ما بين 10 وال 15، يعني ما بين 1000 و 1500. اذا عطيتو الفيتاس وبان لكم مازال باغي يزيد، مازال باغي الفيتاسات بالكم الموتور طالع رونفلاج طالع، حاولوا تردفوا لي جوج فيتاسات. المهم انا احسن طريقه اللي كنسوق بها هي الاوتوماتيك برجليه، كيبقى يبدل بشويه بشويه، يعني من 3 للسينكيام، السينكيام حتى السيتيام، السيتيام ويتيام، وغادا هكاك حتى كيوصل 12. المهم هاد الطريقه ديالها انا دابا طالع السيزيام كما كتشوفوا، واخا شويه معنكش فيتاسات كيدوزوا بحال هكا. شتو ما طلعش مزيان كتكراطي بحال هكا كيرجع للسيزيام. الرونفلاج حاول ما تفوتوش 15 كما كتشوفوا. واخا بدا واخا التصوير عندي شويه ناقص مع معنكش مع شاد بليدي وحده، كنسوق بليد وحده الفيتاس بحال هكا كما قلت لكم، ما خصش الرونفلاج يفوت ما بين 1000 و 1500. سعود 10 كتبقاو تسمعوا او ميم طو كتسمعوا الدورات ديال الموتور. ملي كيبان لكم الرونفورس الموتور طالع الرونفورس مزيان كتبقى تعطيو الفيتاسات، والكسيراتو تكون بالريشه يعني بشويه بلا سوبليس. ها 12 غادي كنبقى غادي بحال دابا، مات ليا شي اوبستاكل مثلا قدامي الطوموبيل واقفين ولا شي حاجه، كنهز رجليا على الاكسيلاتور كنحيدها، كنحاول ندير رالونتيسور او الروتاردور نهبطو بحال هكا عاد نفراني كما كتشوفوا. هادي مانيوال، هاد الصوت هذا اللي سمعتو ملي كنخرج للخط هذا على اليسار كنتو شي بالبنو كيدير هاد الصداع، هانتوما غنوريكم دابا، ولكن الا درت السينيال كيما كيتسمعش. الا بغيت نحيدو كنحيدو بهاد البوطونه كيتماركا ليا هنا في الطابلو. المهم فيتاسات راه ساهلين، هادي كطلع بها فيتاسات هكا كتهبط لتحت كتكراطي، هذا الروتاردور او الرالونتيسور كتهبطو. بغيتي تحول من الاوتوماتيك المانيا كتورك على هذه البطونه الكحله اللي وريتكم. دابا انا حولت الاوتوماتيك راه ولات 12 ا، بغيت نديرو مانيال كندير ليه بحال هكا جوج خطرات كتولي ام، بغيت نكراطي ليه كنكراطي ليه بحال هكا كما كتشوفوا 11 10، بغيت نطلع ليه كنطلع ليه بحال هكا 11 12. كنتمنى من الميساج يوصل لكم، هذا الفيديو موجه للمبتدئين فقط ليس لاصحاب العقول الرأي العقول اللي فيهم الفهامه، اللي عندهم الفهامه اللي كتفق لهم من الودن. واللي نوصيكم عاوتاني المبتدئين اللي نوصيكم عليكم هو النقاء، لاكابين لا ماكانتش عندنا نقيه ما نطلعش ليها. هنا في فرنسا ما كاينش كل واحد والكاميو ديالو، ما كاينش كل واحد كل كاميو كيسوقو ثلاثه الشيفور، يقدر يكون واحد اخر منسخ، يقدر يكون واحد اخر نقي،
المهم انا ما كنطلع للكامي لا كابين حتى كننظفها يوميا بحال هكا. ما يهمنيش واحد يكون نقي، المهم خصني يكون موسخ، المهم خصني نكون انا نقي. الا هو وسخ خصني انا نكون احسن منه كما كتشوفوا. كاين واحد الرادار ورايا هنا، هانتوما لا كابين. كنتمنى من المعجبين يكون عجبهم الفيديو ديالي، وحد موفق للجميع. السلام عليكم، زماط ايوب والسلامة الطرقية في بلاد المهجر. عواشر مبروكة والله يبدل المنزلة على خير.